مش انا انا شبهه. دي بيقول لك واحد بس في كل واحدة، احنا عايزين ميغا. ايه ده يا عم الاخر مش هتاكل دي. لعبونا يا كباتن على الارض. لا 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 لا، ايه ده، انا شكله عبيط قوي. استوديوهات شد الحفل. هي يو، اهلا بكم في سلسله فيديوهات اعمل ايه. تعمل عايز تفسح مع اصحابك في العيد، فالنهارده هنروح مدينه التلج وترامبولين، وكمان هناكل ونحلي، ومعايا طريقه نوفر بيها فلوس، وهيكون معانا محمود ممدوح وصلاح ممدوح. فيلا بينا نشوف الحوار ده. ورحنا مول سيتي ستارز في مدينه نصر، وطلعنا اخر دور عشان ندخل سنو سيتي. والنبي عايزين تقومه الشيكه كده من عندك، هدوم العيد، البنطلون لا مؤاخذه كنت انسى البنطلون، الريسيت لا مؤاخذه كنت انسى الريسيت. ايه ايه ايه، كل واحد لوحده. الو، انا مش سامع حاجه. لا 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 لا، اجري يلا اجري يلا من اولها كده. انت يا عم انت، احنا مفاهمين ان هو بياخد ايه صوره الصميل، ما اعرفش ان انا اوقعه دلوقتي. اصل انا اقول لك على حاجه، سعر التيكت باللوكر 400 جنيه بس، احنا استخدمنا ابلكيشن وفرها ودفعنا 285 بس، وقدر تقعد هنا طول اليوم. بموت، حد يفكك. الطلعة بيت شايف كده ازاي؟ يا ابني بص، انا مش انا شايف، هو في حاجة؟ تعالى اشتغلهم. انا مش شايفكم، انا مش شايفكم. ازيكم عاملين ايه؟ انا قاعد هنا، انا لف وتعالى انا بايت. حبايب قلبي، ما تنسوش تستخدموا ابلكيشن وفرها واستخدموا كود هيب ب 10 عشان تاخدوا خصم 10% على الخصم اللي موجود اصلا. يلا يا رجاله، ورانا دفنه. يا عم هو انت خايف مننا ليه يا عم؟ انت خايف يعني احطهم في بقك؟ طايره، لعبونا يا كباتن على الارض، هنكسبكم في الجيم. احنا الثلاثه عليهم هم الخمسه. ايزي ايه يا عم انت؟ مارادونا مصري ده. حبينا ناكل نشحن طاقتنا، فلقينا في نفس الدور بافلو برجر، وبرضه عليه عروض من وفر. السلام عليكم. هتختار ما بين 3 سندوتشات 200 جرام كومبو، السندوتش اللي يعجبك، ومعاه فرايز وكولا ب 110 بدل 160. ايه يا عم كل دي حاجات؟ مدين لك السلطه بره عشان تعمل السندوتش على مزاجك، ما يعرفوش ان انا احط كل حاجه. ثواني ثواني، في فن في فن. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، ورينا انت. الطماطم بعد كده الخس. هي يا ابني دي الرقصه التمام. ايه ده فرجي على الفيديو. بس بص ثواني يا جدعان. ايه سمينا سمينا. الله الله، لو كتاشب. وما تنساش تستخدم كود هبه ب 10 عشان تاخد خصم 10%. وبعدين نزلنا على الدور الارضي ورحنا اكستريم زون. اوعى حبيبي، اوعى عايز العب شويه. انت بصيت في اللعبه يا حب، سيبني دور باللعبه. طب اصبر، انا ما لعبتش يا اسطى. ثواني يا رجاله، يا جدعان اوعى يا جدعان، تعالى عايزين نلعب دي. اعمل ايه؟ اروح فين؟ اروح هنا؟ ايه ده، انا شكلي عبيط قوي. اوعى 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 الحلويات، اخدها على الحقيقه، ما بكسبش يا اكل. انت لحقت، انت لحقت. واحد بس اللي بينط. دي بيقول لك واحد بس في كل واحدة، احنا عايزين ميغا.
watch out, watch out, watch out, watch out! Romney! ربي اخنوني ولا هتموتني على هتموتني على ربي اخنوني يا عم انت تبع مين يوم انت تبع مين يوم يا رجالة عايزين نلعب طايرة لا 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 قول للفرقة الثانية انا عندي القلب لو ما كسبتش الماتش ده هموت لان الفرقة الثانية ماتت غريب انا عايز اطلع بجد يا عم نادي حد من المسؤولين سعر التيكت 200 جنيه للساعه لكن احنا استخدمنا ابلكيشن وفرها وخدناها ب 150 جنيه بس يا حبيبي ولو استخدمت كود هبه ب 10 هتاخد خصم 10% ما خلاص يا حبيبي والشراب ب 25 جنيه سواء اشتريت من ابلكيشن وفرها او بره ابلكيشن وفرها وفي اريا مخصصه للاطفال قبل ما نروح قلنا نعدي على هاوس اوف كوكو وبرضه في عروض على وفرة البرونز ده بتاع ايكيا السكر ده بتاعي انا وممكن تطلب عرض من اتنين الاول ميني براونيز او ميني مولتون كيك مع درينك من اختيارك ب 80 جنيه بدل 150 او دبل دروب سلوك شدو ايه ليه شوكليت مولتون كيك او براونيز تاور ومع درينك برضه ب 195 بدل 285 شكلها يوميمي مصدومه بجد ده ايه حط لي لحشة ايس كريم حط لك ازاي دي محارها ما كترش ما كترش ما كتر دوق المولتون تشيز برنز برنس اهم حاجه البرن من غير سكر استنى نلعب برضه يا ابني ده تالت كيس تفضيه المعلقه بتقول ده على السفر وهي بتقلي 50 انا بحط 50 500 يا ابني ده سابع كيس تحطه ما يمكن بترش سكر غلط انت جدعان بص التكنيك ده ايوه واجي اقلبها اقلبها زي جعفر العمدة لسه ما سكرش معاك؟ ما عملتش حاجه طب خد بقى دي مني وادعي لي حريمي بس لو عجبك اجيب لك سكر سكر يعني السكر العادي ده ما بيجيش معاه بيحب قصب السكر يعني من الاخر مش هتاكل دي وانت مش هتاكل دي وفي النهاية حبيت اوصل لكم ان احنا نقدر نخرج وننبسط مع اصحابنا فما نشوف اصحابكم اللي عايزهم يخرجوا معاكم فالعجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت وشير وتابعوني عشان نشوف الفيديو الجاية وبس كده نشوفكم الفيديو الجاي فهب هب